ضحى تفاجئ ميكس، شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع سارة مهند اللي تفاعلت بستوري كشفت عن الهدايا اللي وصلتها من جمهورها بعد زيارتها المدينة، ويذكر أيضا أن بيسان كانت متواجدة مع سارة في المدينة وحضروا عرس مع بعض، والهدايا اللي وصلت لسارة كانت عبارة عن ورد وسلسال ذهب. يا عمري والله ألطف شيء في الحياة سار مهند، نورت المدينة من خالد الشهري، مرة شكرا يا خالد. هذه واحدة ثانية شوفها يجنن، مرة شكرا محمود العنزي، يا أحلى من يجي المدينة ما يليق لك. أما ضحى فانتشر لها مقطع على منصة التيك توك كانت عم تحكي مع صديقتها قبل انفصالها مع ميكس، وكشفت في هذا المقطع عن سبب الانفصال، وهذا الفيديو قبل طلاق ضحى وميكس. مشكلة حاليا أو لا؟ كنت في مشكلة وطلعت منها الحمد لله وشكرا. في ناس مازلت يعني خلاص، كنت في مشكلة وطلعت منها.